مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. انضم لي في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. عايز اتكلم عن الشوط الثاني بالتحديد، شوط ثاني كبير، اداء اكثر من رائع، كنت الاقرب للفوز، ضربه جزاء مهدره، النادي الاهلي كان احق بهذه المباراه. يعني واستمرار الاداء الجيد اللي شفناه في مباراه الجونه ومباراه الاسماعيلي. طبعا تحية كابتن ايمن وكابتننا الكبار. طبعا زي ما انت قلت اعتقد ان الشوط الثاني كان اداء مميز من اللعيبه، عندهم اصرار ان هم يكسبوا، عندهم اصرار ان هم عاوزين يرجعوا الماتش اسرع. اعتقد الحمد لله كان عندنا فرصه ان احنا نحسم المباراه، لكن في الاول والاخر دول لعيبه صغيره لازم يكتسبوا خبرات، لازم الموقف دي تمر عليهم، واعتقد يعني الحاجات ديت اللي هتخليهم عندهم ثقه اكتر، عندهم خبره اكتر، وان شاء الله يكون الفتره اللي جايه ان شاء الله افضل ليهم ولينا ان شاء الله. كان قرار جريء من الجهاز الفني ان انا العب بنفس الناشئين بنفس طريقه اللعب اللي انا بلعب بيها 3 4 3. اعتقد دور مهم للمستر بيتسو موسيماني وللكابتن سامي للكابتن سيد مع مجموعه اللاعبين ان انا اقدر اوصل لهم الفكر ده في وقت قصير جدا. يعني دي حاجه مهمه جدا، ممكن كل الناس وكل الفرق الكبيره اللي في العالم لما الفريق الكبير بيلعب باسلوب لعب اعتقد معظم الفرق الناشئين بتبقى نفس القصه يعني، وده الحمد لله اللي برضو بنلاقيه في القطاع الناشئين. طبعا كابتن خالد بيبو والراجل خواجه برضو نفس القصه، بيبقى في جلسات مع الراجل بيتكلم على طريقه اللعب. يمكن الراجل قبل كده راح حوالي اسبوع يراقب الفرق والمباريات الوديه اللي كانوا بيلعبوها والمباريات الرسميه. لعيبه خلينا نتفق ان لعيبه النادي الاهلي لعيبه مميزه، عندها قدرات، عندها وعي تكتيكي الحمد لله مميز يقدروا يستوعبوا. يمكن معظم اللعيبه ديت يعني قعدوا فتره كبيره برضو معانا، شايفين طريقه اللعب، المحاضرات اللي بتحصل، طريقه تفكير الراجل واسلوب لعبه اللي هو يحب يبدا من تحت ويبني من تحت. اعتقد النهارده الحمد لله النهارده كان عندهم شخصيه كبيره جدا في اللعب، بدايه الهجمه، فرص حتى اللي هم خلقوهم لنفسهم اعتقد الحمد لله كانت مميزه. لكن في الاول والاخر ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن لينا وليهم باذن الله. كابتن سامي انا عايز اتكلم على كوره الهدف اللي احرزه زياد. الكوره دي صوره بالكربون من الجمل اللي كنت شغالين عليها بنشوفها في التدريبات، النهارده اللعيبه طبقوها. شفت فرحه الجهاز الفني، فرحه مستر بيتسو موسيماني بان جملته او الشغل اللي بيقوله اللعيبه اتنفس في ارض الملعب. هو ده اسعد وقت المدير الفني، يعني لما بتشتغل على حاجه وبعد كده بتحققها في المباراه اعتقد بتبقى اكبر نجاح ليك يعني، ممكن الحمد لله خصوصا لما يكون مع لعيبه صغيره يعني. فاعتقد الحمد لله كانت فرحه كبيره بالنسبه لنا، وبالنسبه للراجل برضه نفس القصه. ان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لك بقى ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تفكيري هيبقى ان شاء الله مختلف بالنسبه لنا، وان شاء الله نعد كويس بقى اللعيبه ان شاء الله تكون رجعت لنا اللعيبه اللي عندها كورونا، وان شاء الله وتقدر ان شاء الله تكون اضافه لينا للمباريات الجايه باذن الله. اللعيبه الناشئين بقى النهارده عايز تقول لهم ايه كلهم؟ يعني شفناهم في ماتش الجونه وسقط الجمهور النادي الاهلي، ويعني كان كلام حضرتك كلام الكابتن سيد مع اللاعبين على انك بتكون شخصيتك لازم تكمل الصوره. اولا بشكرهم طبعا يعني على الجهد دوت والاصرار دوت والشخصيه ديت، ويمكن دي مش حاجه غريبه على 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 كل لعيبه النادي الاهلي او كل حد منتمي للنادي الاهلي يعني، سواء صغير بيتبين على كده، بتعمل شخصيتك من كده اللي انت بتحاول بتقاتل لحد اخر لحظه، عندك على طول اللي انت عاوز تكسب، عاوز تحقق بطولات، عاوز تحقق انجازات، عاوز تعمل تاريخ لنفسك. فاعتقد الحمد لله دي تحسب للنادي الاهلي، مش قبل ما تحسب للعيبه تحسب للنادي وتحسن للمنظومه بتاعه النادي نفسها، اللي انت بتقدر تبني شخصيه لعيب ازاي، يكون عنده قدرات ويكون عنده صفات اراديه كويسه ويقدر يلعب لحد اخر لحظه. يمكن الحمد لله دي اللي بتساعدنا، واعتقد النهارده الحمد لله خير دليل على الكلام دوت يعني. الماتش اللي فات نفس القصه، بتتعادل في اخر لحظه، النهارده كان ممكن يعني الهدف لو مش هدف يعني لو ما فيش لمسه يد اعتقد كان هيبقى مكسب برده كبير اليوم، بياكد شخصيه لعيبه النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي وقد ايه النادي الاهلي مختلف يعني. اشكرك يا كابتن سامي وبالتوفيق في اللي جاي. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء.